هاي قدامكن اللي خبر عنكن الشرطة، اعملوا فيه اللي بدكن إياه. وجودك يا شاكر ما بيطلع لها هدي من إيده. أنا ما عم بفهم عليكن، ليش قاعدين عم تعذبوا حالكن على الفاضي؟ اعملوا اللي بدكن تعملوه، بس فيني أنا؟ اتركوا أولاد أختي. رح أفرجي مصيرك لأولاد أختك وبعدين بتركن. أنا لليوم ما قتلت خالكن زازا، وأكيد في عندي سبب. إذا بيعمل اللي بقول له إياه ما بقتله. ليك نهاد، أنا رح أعطيك آخر فرصة. إيه؟ يلا قتلني وخلص. اترك أولاد أختي وكل شي بدك إياه بسوي. ماشي، لكن بتبوس إيدي، بتركك وبترك أولاد أختك. أنا بوسة مستعد بوس إيدك وإيدين أولاد بلدك، بس لا تقرب من خالي. وأنا نفس الشي، بس لا تتدخل بخالي. الحمد لله أني ما عم أفهم على لهجته، ما عم أفهم عليه، عم يحكوا حكي ما عم أفهمه. يا أما إدني ما عم تسمعني، حتى بوس إيد حدا لازم ينقطع راسي وينزل على الأرض، وإذا انقطع ما رح تزبط. يعني انت بتحب اولاد اختك؟ انا بحب الانسان وبحب اولاد اختي وبحب الحيوانات كمان، بس الحمير الوسخة ما بحبه، ما بحب الحمير اللي مثلك. بتعرفوا ليش أنا بحب زازا كتير وبحترمه؟ لأنه بيعرف كتير منيح مين الكبير ومين الصغير. اتركوا نجدة وصفوة يروحوا. بس وعدت تترك خالي كمان. رح اتركه، ما قلت ما بتركه. ريس أنا رح أفتح تليفون. سمعت انه حبيبك زازا اجا وزارك بالمشفى، شو رجعتوا مثل ايام زمان؟ شو عم تقولني هاد؟ عم بقول انه صديق روحك اشتهى عأكلة كباب، بدي شكه بالسيخ وقلبه على النار. جبت زازا؟ لا، هو يلي اجا، كان عم بيخبر عن شغلي للشرطة، بس اجا وباس ايدي. نهاد انت واحد ما عندك زرة عقل. بس ليك، إذا في واحد جنبك عنده عقل، حتى لو كان عنده عقل قد الحمصة، خليه يقلك بما أنه زازا معك يلا اقتله فورا، خاصة إذا تزاكيت وبوسته إيدك يا فهمان، حتى أنا ما فيني أنقذك منه. ما شاء الله، قلنا منشوف حالنا شوي. زازا مو قليل، قلنا هلأ بجن ميماتي باش. الزلمة ما حكى ولا كلمة. نهاد، ميماتي عم يحكي المظبوط، لازم تقتلني. ريس شو رأيك؟
لازم تسمع من يلي عنده خبرة معلين.